ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فيديو النهاردة هنتعرف فيه على اصغر يوتيوبرز في عيلة الجمل، وهما بيبي حياة وبيبي صالح. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوا الفيديو للاخر لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نشوف حياة وصالح. حياة اسمها حياة احمد صالح الجمل، ولقبها حياة بيبي. حياة تاريخ ميلادها شهر 3 2019. حياة عندها سنتين وهتتم 3 سنين في شهر 3. حياة في حضانة مع مكة وصالح وفتح الله. حياة من اسكندرية وبتعيش حاليا في اسكندرية. حياة عندها اخت واحدة واسمها فيروز وعندها 4 سنين. مين اللي سمى حياة اسمها؟ حياة اللي سماها مستر احمد عشان حياة شبه جدته جدا. بيبي حياة عندها قناة على اليوتيوب. حياة اكلتها المفضلة هو الهمبرجر والبيتزا. حياة بتحب المانجا وكمان الشوكولاتة. حياة بتحب اللون البيربل جدا. مدرسات حياة في الحضانة اسمهم ميس منى وميس سما، وحياة بتحب ميس منى جدا. والكرتون المفضل لبيبي حياة هو سنو وايت. وعن عيلتها، حياة بيكون والدها احمد الجمل ومامتها ندى احمد وجدها الحاج صالح الجمل وجدتها الحاجة هند زيان. بيبي حياة عمها محمد ومحمود وآية. قصة حب حياة وصالح. بيبي حياة وبيبي صالح في سن بعض تقريبا، والأسطورة محمود الجمل بيقول دايما إن حياة لصالح وهيتجوزوا لما يكبروا. وهتشوفوا في آخر الفيديو أحلى صور لصالح وبيبي حياة وهما صغيرين. ودلوقتي هنتعرف على بيبي صالح. صالح اسمه بالكامل صالح محمود الجمل. صالح عنده سنتين. صالح من اسكندرية وبيعيش حاليا في اسكندرية. صالح في حضانة مع حياة ومكة وفتح الله. صالح عنده اخت واحدة وهي هند وعندها 6 شهور. وعن عيلته، صالح بيكون ابوه هو الاسطورة محمود الجمل، ومامته بتكون سلمى محمد برنسيسة السوشيال ميديا، وجده الحاج صالح الجمل وجدته الحاجة هند زيان. بيبي صالح بيكون عمه محمد وعمه احمد وعمته ايات. صالح بيكون ابن عم حياة. صالح بيحب التفاح، وكمان صالح بيحب كرتون بنتين. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، متنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، بنحبكم جدا، مع السلامة.